وهذه أغنية This is the life I led. واللي لعكسنا غادي نسمعو نعم أنا حي ونحن نفتقدك. عشت في غير بوحدي صغير بحال سمير الليل، كبرت صغير وغيب تراك حركت ليهم الميل، درت العاقة وكلشي بغاني وانا دابا بصير، بدلتيني بالعاقة بحال مع دادي كنطير. عشت في غير بوحدي صغير بحال سمير الليل، كبرت صغير وغيب تراك حركت ليهم الميل. ياو السلام عليكم دراري ودريات، معكم اي باترون فيديو جديد، وهذا الفيديو هو الجزء الثاني من قصه حياه شوبا. ولا كنتي ما تفرجتيش في الجزء الاول فبلا ما تفرج في هذا حيت ما غتفهم والو. من بعد ما دوينا على قصه حياه شوبا وكيفاش بدا الراب وكذلك دوينا على نبدا من الحياه ديالو، فالان غادي ندويو على الموت ديالو بالتفاصيل بالجميع المؤامرات والنظريات اللي فسرات الموت ديالو. واي حاجه قلتها في هذه الحلقه ما كتعنيش انها ضروري خاصها تكون صحيحه، والنسبه ديال الصح ديالها كتبقى من الاختيار ديالك انت. وايضا ما كاينلاش تستغرب من شي حوايج غنقولهم، لان من مور ما غتستغرب منهم غادي يبورشوك حوايج اخرين. كان معكم ايل باترون، نتلاقاو مور لانترو. باترون هنايا فيديو جديد، كلشي كيرابي كلشي سعيد، راه كاين غير راب موسيقى الحرير، شخصيه جديده وموضوع جديد، كنفيقوا على الراب كنعسوا على الراب، كنعيشوا غير الراب كنلبسوا غير الراب، راه كاين القديم وكاين التراب، شويه د البيت وفوق الكلاب. باترون هنايا فيديو جديد، باترون هنايا فيديو جديد. 1996 7 شهر 9 من بعد ما حضر توباك هو شوك نايت لأحد مباريات مايك تايزون في لاس فيغاس. من اللي سالت المباراة توباك هو وعشرينو خارجين، واحد من عشرينو شاف أورلاندو أندرسون واللي هو من عصابة الكريبس واللي كان ديجا تعدى على واحد من عشرين توباك. ومن بعد ما غيشوفوا توباك غيمشي هو وعشرينو غيتحماو على أورلاندو وغيبداو يضربوا فيه، وكيف ما كتشوفوا في الفيديو ها هو توباك هو وعشرينو في الوطيل محامين على أورلاندو أندرسون. It's on video. Everyone has seen it. And next thing you know. ومن بعد ما سالت المدابزة توباك مشى بدل حوايجو، وفي 11 الليل خرج هو وشوك نايت بالسيارة ديالهم، ولكن غيوقفوا من البوليس بسبب انهم ما عندهمش الماتريكيل اي لوحة ترخيص، ولكن غيلقاو الماتريكيل في الكوفر فور ديال الطوموبيل وغيدبروا على البوليس شوية وغيطلقوهم بلا مخالفة. ومن بعد كملوا طريقهم وكيوقفوا في ستوب وكيوقفوا حداهم جوج بنات كيبقاو مدوخينهم بالهضرة، وفي نفس الوقت غتجي كادي لايك بيضاء وغيخرج منها شخص وغيبدا يشيري في توباك وكذلك المنتج التنفيذي شوك نايت. I distinctly remember looking at the Cadillac when it pulled up. At this particular time, black arm came out of the window and he had a gun in his hand. He was shooting so many times. Everything started moving in slow motion. طبعا توباك اغمي عليه وشوك نايت جات فيه شديه في راسه ولكن ما وقع ليه والو، وفي نفس الوقت جات هليكوبتر وهزات توباك للمستشفى. Pretty far down the street when it happened, we didn't know if we heard gunshots or we didn't really know exactly what we heard. We heard a lot of screaming. We were just hanging out, taking photos at the time. We ran up the street as cops were running past us, and by the time we got here, they were already taking, which now I found out was Tupac, into the helicopter away. He had been shot. ملي كان توباك في المستشفى كانوا اعضاء الديترو كيحرصوه لانه كانت كتجيهم اتصالات كتهدد توباك بالقتل، ولكن من بعد 6 ايام غيتم الاعلان على الوفاه ديال توباك بسبب نزيف داخلي. ودابا اجي نتعمقوا في شي حوايج وقعوا قبل الموت ديالو وبعدها كذلك. ياكي كادافي واحد من فرقه دا اوتلو واللي كان توباك عضو فيها كذلك، ولا سمعتوني قلت شي سميه غريبه فراه عادي لان معظم فرقه دا اوتلو مسميين راسهم على اسماء حكماء وحكام. ونرجعوا لياكي كادافي واللي من بعد الموت ديال توباك مشى يقدم الشهاده ديالو للشرطه، بحيث ان ياكي كادافي كان احد الحراس ديال توباك وكان موراه في الطوموبيل فشم القتل ديالو، ولكن من بعد سيمانه غادي يقتلوه وهو في داره. وهاد كادافي اللي قتلوه كان هو الامل الوحيد ديال الشرطه باش يتعرفوا على القاتل، ولكن للاسف من بعد شهرين على الموت ديال توباك غيتم القتل ديالو كذلك. طبعا كاع 20 توباك واللي غارد كور ديالو رفضوا يقدموا اي مساعده للشرطه. ودابا من بعد ما شرحت لكم قصه الموت ديالو والطريقه ديال القتل ديالو غادي ندوزو نهضروا على المشابه بهم. طبعا كاملين غتكونوا عقلتوا على اورلاندو اندرسون اللي تحمى عليه توباك هو 20 في الوطيل. السيدي من بعد ما سالت المدابزه هاد اورلاندو رفض انه يقدم اي شكايه للشرطه بسبب انه بغى ينتقم، وهنا غيتصل بجميع اعضاء العصابه ديالو واللي لاحقا غيقرروا باش ينتقموا من توباك.
ولكن بما ان توباك عدو ديال بزاف الاشخاص فانا غادي يقولوا علاش ما نحاولوش نستافدوا من الموت ديالو. وهنا غادي يتصلوا بألد اعداء توباك باش يمول عمليه القتل بيغي واللي فايدوش عليه في الحلقه الفايته. ومن بعد ما تلاقات عصابه اندرسون بيغي شرحوا ليه الموقف وقرر انه يمول عمليه القتل ويعطيهم $1,000,000 مقابل قتل توباك. طبعا من بعد الموت ديال توباك اورلاندو كان بعيد كل البعد على الشكوك، بل ان الشرطه ما اعتقلاتوش في مره لانه ما كان حتى دليل يدل بانه اللي قتل توباك. وايضا ان كاع 20 توباك رفضوا انهم يتعاونوا مع البوليس بسبب انها بدات بين عصابه وسالت بين عصابه، واي واحد كيتعاون مع البوليس كيتسمى واشي بيناتهم. وايضا في 1998 غيتم القتل ديال اندرسون كذلك. ومن بعد الموت ديال توباك بيغي غادي يخرج البوم لايف افتر ديث واللي دوا فيه بزاف على الاغتيال ديال توباك. وفاش سولو بيغي واش هو متورط في القتل ديال توباك فكانت الاجابه ديالو هو انه ما كانش قوي لديك الدرجه باش يخطط لعمليه القتل. ومن بعدها بثلاث ايام غيتم القتل ديال بيغي من طرف مجهولين. من بعد الموت ديال توباك تم القاء القبض على شوغنايش واللي كان معاه في الطوموبيل اثناء الاغتيال، واللي استجوباتو الشرطه على احد الخلافات اللي كانت بينه وبين توباك، وقال لهم باللي كان كيسال توباك شي فلوس، وكذلك قال لهم باللي كان كيفكر يلغي العقد مع الشركه ديال شوغنايش ويصاوب شركة راسو. ولكن بما ان شوغنايت كان مع توباك في الطوموبيل فتم نفي جميع الشكوك بسبب انه كان عرضه للقتل، سو ما غيريسكيش براسو باش يقتل توباك. توباك كان مأثر بزاف بميكيافيلي واللي كان مفكر وفيلسوف ايطالي واللي كان كيسوق الاستراتيجية تزييف موته لخداع اعدائه. وبما ان توباك كان من المعجبين ديالو وقال انه قرا بزاف ديال الكتب ديالو في السجن، يعني من الممكن ان توباك يكون زيف الموت ديالو باش يبعد على حرب العصابات وحياه الشهره. وكذلك في اغنيه ترابل سوم توباك كان كيقول ربي سامحني لان هذا خطا لكنني اخطط للموت. To plan shit 6 months in advance, stick to what we plotted. Approach the goal on swole and not got it. وكذلك أغنية Hold Your Head واللي كان فيها صوت كيقول Can you see him؟ وكان كيجاوبه صوت آخر بنعم إنني أراه. ومن بعد كيتسمع صوت توباك كيقول I'm alive بمعنى أنا حي. ودابا اجي نهضروا على كليبات الاغاني اللي بين فيها صور وتفاصيل وقعات في الموت ديالو. في البداية ديال الكليب اغنيه I wonder if heaven got ghetto. في البدايه ديال الكليب كيبان لنا تاريخ 14 شهر 9 1996، اي من بعد يوم من اعلان وفاه ديال توباك، وتبان لنا انه كاين شي شخص هابط من هليكوبتر. وهنا غادي نتفكروا البنت اللي صور معها استجواب على الحادث واللي قالت بلي راه جات هليكوبتر وهزاته، عكس ان جميع القنوات الاخباريه قالت انهم شاف سياره اسعاف. اضافه ان الام ديال توباك وشوغنايت لمحوا في بزاف ديال اللقاءات ان توباك مازال حي. They'd be rushing those dudes for murder. You know he's somewhere smoking a Cuban cigar on the island somewhere. You know what I mean? Tupac was really tired. He chose his life, and he chose, you know, in the end, he chose to leave quietly. And I think I can leave alone. ودابا اجي ندوزو لبعض الاغاني اللي تذكر فيها باللي توباك مازال حي. ودابا اجي ندوزو لتحليل بعض اغاني توباك ونشوفو واش كاين شي رسائل مخفيه فيها. في احد الاغاني ديالو قال الحقيقه غريبه وبالنسبه لي هي معكوسه. بمعنى انه غنشدو بعض الاسطر من اغاني توباك ونعكسوهم ونشوفو واش غيعطيونا. وهذه اغنيه This is the Life I Led واللي لعكسناها غادي نسمعو نعم انا حي ونحن نفتقده. وكذلك اغنيه باكس لايف واللي قال فيها واللي لعكسناها غادي نسمعو يجب ان تراني ساعود. وزيد عليها اكثر اغنيه مثيره للشكوك واللي هي جوست واللي قال فيها نعم انا مسترخي مع هايز.
واللي الا مشينا قلبنا على شكون هو هاد هايز غادي نلقاو انه واحد رابر امريكي الصوت ديالو كيشبه توباك واللي سميتو بلاك هايز. وكذلك أغنية All Eyes On Me واللي لعكسنا أحد الكلمات ديالها غادي تعطينا آخر مرة بان فيها توباك هي في 2014 واللي كانت في أحد السهرات ديال كوتشيلا. ولكن فقط بتقنية الهولوغرام. المهم وصلنا لنهاية الفيديو، بغيتكم كاملين تهبطوا الكومنتيرات واش عطاوني رايكم، واش توباك حي ولا ميت. وبالنسبه للراي ديالي انا، فحتى الا كان توباك حي غيكون مات فاش غيكون سمع كولد كاس من يشوفوا توباك. Now I'm watching. So teto, man. Do just like that. Just like that. Joe, this is Tupac. You're watching a big picture, man. لا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي ليا واحد لايك. المهم دوك لي لايك ما كنتخلصش عليهم ولكن كيبينوا ان شحال من واحد عجبها الخدمه ديالي. وكذلك ما تنساش تكتب ليا شي كومونتير زوين وتبارطاجي الفيديو مع صحابك. ولا كنتي اول مره كتشوفني هبط دابا دير ابوني. كان معكم الباترون بيس. معك الباترون اي كي اي الكابران الكازينو والبارمان ميلتي مليونير مان عندي معهم جوج سميني باتمان سيروك فوق الطابلة المعدة دابلة كل نهار حطها بحال شي كلبة حاملة كحزو غني ليه هنايا العافية شاعلة.